السلام عليكم، ازيكم يا اولاد؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. مع بعض النهارده هنكمل نظرية المباريات وهناخد المحاضرة الثانية بعنوان الاستراتيجية المختلطة. احنا ذكرنا من قبل يا اولاد انه يحدث احيانا لا توجد نقطة مشتركة، نقطة حل مشترك في مصفوفة المباراة، بمعنى ان اكبر القيم الصغرى بالصفوف تختلف عن اصغر القيم الكبرى بالاعمدة، فيظل أمام كل لاعب أكتر من خطة يختار من بينها. لو تفتكروا معايا في المحاضرة الأولى اللي فاتت، أنا كنت اديت لحضراتكم 3 أمثلة. كان المثال الأولاني والتاني اكتشفت إن فيه استراتيجية المباراة بتكون ذات استراتيجية واحدة. طب عرفت منين إنها ذات استراتيجية واحدة؟ طلع لي حاجة اسمها نقطة حل مشترك. نقطة الحل المشترك دي اللي قالت لي إن قيمة المباراة بتساوي القيمة اللي هي بتكون أقل قيمة في الصف، وفي نفس الوقت بتكون أكبر قيمة في العمود، وهتلاقوا ده من مثال واحد ومثال 3. طيب لما ما طلعش عندي في المثال رقم 2، هتلاقوا تفتكروا معايا أو حاولوا ترجعوا له، هتلاقوا عندي ما طلعش عندي نقطة حل مشترك، وفي نفس الوقت ما قدرتش أحدد يا ترى اللاعب الأولاني والتاني كل واحد منهم هيختار أنهي خطة. طيب جميل أوي، طب ايه الحل بقى؟ لان انا لقيت عندي ان القيمة اللي هي موجودة اقل قيمة في الصف ما طلعتش هي اعلى قيمة في العمود، فبالتالي لازم يكون عندي حل. فيا ترى الحل ايه؟ هنا في المحاضرة المرة دي هنقدر نقول هنتصرف ازاي. بيقول لحضراته كده يلجأ كل لاعب هنا الى استخدام مزيج من الاستراتيجيات بدلا من استخدام استراتيجية واحدة. جميل أوي، يعني حاجة اسمها الاستراتيجية المختلطة بيتم استخدامها فقط عند عدم وجود نقطة حل مشتركة، وبما إنها استراتيجية مختلطة يبقى كل واحد من اللعيبة الاتنين هيبتدي يستخدم جزء من الخطة بتاعته ويكمل بالخطة التانية. لو مثلا اللاعب الأولاني عنده خطتين هياخد جزء من الخطة الأولى ويكمل عليه بالخطة التانية، ونشوف ده بيبقى بنسبة ح، التاني المكمل بنسبة 1 ناقص ح. بالنسبة للاعب الأعمدة هيبقى عنده برضه خطتين، هياخد جزء من الخطة الأولى اللي هي باحتمال لام، هياخد المكمل بتاعها باحتمال 1 ناقص لام. هيبان معانا في المثال لما نيجي نشرحه. قبل ما أدخل المثال أحب أتعرف معاكم على بيقول لي كما يلجأ كل لاعب إلى استخدام قوانين السيطرة في محاولة لاستبعاد بعض الاستراتيجيات غير المؤثرة على اللاعبين في الاختيار حتى يتم الوصول إلى مصفوفة 2 في 2 إن أمكن، وتعد هذه العملية تبسيط للحل باستخدام قوانين الاستراتيجية المسيطرة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا بيقول لي يا ولاد مش بس في المباراة مصفوفة 2 في 2، لأ في رتب أعلى من كده، ممكن 2 في 2، 3 في 3، 4 في 4، رتب تانية. أنا بستخدم حاجة اسمها قوانين السيطرة، دي بتساعدني على إن أنا أشوف إيه الخطط أو الاستراتيجيات اللي بتهيمن أو بتسيطر على الخطط اللي بعديها أو اللي هي أقل منها، سواء من حيث العائد أو حيث اللي هي بتكون الخطط الأقل خسارة. ببتدي أشوف إيه هي أنسب خطط للاعب الصفوف وأنسب خطط للاعب الأعمدة، ومن خلال الخطط المسيطرة دي اللي بتكون عوائدها أكبر بالنسبة للاعب الصفوف بقول إنها أفضل من خطط تانية ملهاش تأثير أو أقل تأثير، فببتدي إن أنا ألغيها. عشان ألغيها سواء للاعب ألف أو للاعب ب، فبستخدم حاجة اسمها قوانين السيطرة. طب تعالوا نشرح مع بعض المثال دوت ونبين فيه إزاي إن أنا الأول بقدر أستخدم استراتيجية المختلطة. بيقول لي مثال اوجد حل لمصفوفة المباريات التالية. المصفوفة عندي هي مكونة من 2 في 2، عندي اللاعب الأولاني عنده خطتين واللاعب التاني عنده خطتين، هتصرف ازاي؟ هبتدي ابص كده، هبتدي بنفس الطريقة اللي انا عملت فيها الأمثلة اللي فاتت في المحاضرة السابقة، بتصرف بنفس الموضوع. بقول لحضرتك ان اللاعب الأولاني عنده الخطة الأولى العائد بتاعها 2 والعائد التاني 6، فبالتالي باخد أقل العائدين اللي هو 2. بعد كده عندي الخطة التانية فيها عوائد 8 و3، فببتدي أخد أقل عائد اللي هو 3، وبعديها أخطر على مستوى الرقمين اللي طلعوا عندي أخد أكبر قيمة فيهم، فبقول أكبر القيم الصغرى بالصفوف.
بعد كده بالنسبة للاعب التاني بيعتبر الرقم الموجب بالنسبة له خسارة، وبشوف أعلى خسارة عنده كام طلعت 8، وهنا أعلى خسارة عنده كام طلعت 6، فباخد أقل خسارة في الاتنين دول هتطلع 6، ده بالنسبة للرقم الموجب، فبقول أقل القيم الكبرى بالأعمدة. طيب يا ترى هنا في نقطة حل مشترك، هل في هنا نقطة في الصف عندي هنا؟ هو صحيح هنا 3 أقل من 8، بس في نفس الوقت مش أعلى نقطة في العمود، فبالتالي مفيش نقطة حل مشترك، وكمان لقيت إن التلاتة لا تتساوى مع الستة، فبالتالي مقدرش أحدد أقول اللاعب الأولاني هياخد الخطة الكام واللاعب التاني هياخد أنهي خطة، لكن ممكن أقول إن أنا هلجأ للاستراتيجية المختلطة. بيقول لي حيث لا يوجد لهذه المباراة نقطة حل مشتركة، وبالتالي لا يوجد قيمة للمباراة، لذلك يتم استخدام الاستراتيجية المختلطة، ويلزم ذلك أن نقوم باستخدام الاحتمالات ح وواحد ناقص ح بالنسبة يا ولاد على مستوى الصفوف، ولام وواحد ناقص لام بالنسبة يا ولاد على مستوى الأعمدة. طيب عايزة أكون المعادلات بتاعتي، عشان قبل ما أبص عليها في السلايد اللي جاية بص حضراتكم معايا. بالنسبة للاعب الأول بقول إن هو عنده الصف الأولاني هياخد منه جزء بس اللي هو العائد 2، وبعدين يضرب في الاحتمال المقابل اللي هو ح، هيبقى 2 في ح. بعد كده هياخد جزء الأول من الخطة التانية اللي هو كام؟ العائد 8، هيضربه في كام؟ في 1 ناقص ح، يبقى 2 في ح زائد 8 في 1 ناقص ح، ده هيبقى الطرف الأيمن من المعادلة، هيساوي الطرف الأيسر، ده كل ده بتكلم على اللاعب الأول لاعب الصفوف. الطرف الأيسر هيبقى عبارة عن 6 في ح زائد 3 في 1 ناقص ح. أقول بقى تاني من الأول، 2 في ح زائد 8 في 1 ناقص ح هيساوي 6 في ح زائد 3 في 1 ناقص ح. ده كده معادلة ليها طرفين بالنسبة للاعب الأول، فبالتالي كل واحد أخد جزء من إيه من بالنسبة للاعب الأولاني أخد جزء من الخطة الأولى وأخد جزء من الخطة التانية، وبعد كده أكمل الجزء من الخطة الأولى باحتمال الح وكمل الجزء من الخطة التانية باحتمال 1 ناقص ح. طب ده على مستوى ولاد الصفوف وبالنسبة للاعب الأولاني، يا ترى هتصرف إزاي على مستوى الأعمدة؟ هاجي أبص هنا بالنسبة للاعب الأعمدة، هياخد الرقم الأولاني اللي هو بالنسبة له خسارة 2 ويضربها في كام؟ في لام، هياخد جزء من الخطة الأولى فباحتمال قدره لام زائد 6 في 1 ناقص لام، ده الطرف الأيمن بالنسبة للاعب التاني. الطريقة اللي أنا شغال عليها دي اسمها الطريقة الجبرية، يبقى أنا لو قلت لك حل بالطريقة الجبرية مثال اللي هو الاستراتيجية المختلطة اللي أنا بتكلم عليها دلوقتي. طيب جميل قوي، باجي بعد كده يا ولاد اعمل ايه؟ لسه ما كملتش، انا الاول قلت 2 في لام زائد 6 في 1 ناقص لام، ده الطرف الايمن من المعادله الخاصه باللاعب الثاني لاعب الاعمده، هقول بيساوي 8 في لام زائد 3 في 1 ناقص لام، ده الطرف الايسر بالنسبه للمعادله بتاعه اللاعب الثاني اللي هو لاعب الاعمده. تعال نبص مع بعض على الحل واحده واحده. بالنسبة للاعب الأول لاعب الصفوف يختار الخطة الأولى باحتمال ح، جميل، ويختار الخطة الثانية باحتمال 1 ناقص ح، حيث 2 في ح زائد 8 في 1 ناقص ح هيساوي 6 في ح زائد 3 في 1 ناقص ح، نفس اللي أنا قلت عليه في التمرين. فباجي هنا بعمل عادي، دي اسمها الطريقة الجبرية، فبضرب 2 في ح يديني 2 ح زائد 8 في 1 ب 8 ناقص 8 ح هيساوي 6 في ح زائد 3 في 1 ب 3 ناقص 3 ح هيساوي، هحل بقى عادي، هبتدي اجيب الارقام في طرف والمعاملات في طرف، الرموز اللي هو الاحتمال المضروب في المعامل بتاعه في طرف الاخر، فعندي هنا 8 هجيب رقم 3 اطرحه من 8 يبقى 5، بعد كده هجيب 2 ح وسالب 8 ح هيديني، هجيبه من الناحية التانية بإشارة مخالفة، أدي عندي 6 ح وسالب 3 ح هنزلهم زي ما هم، بعد كده هجيب 2 ح بإشارة مخالفة الناحية التانية يبقى سالب 2 ح، وأجيب سالب 8 ح بالسالب أو أديها الناحية التانية بإشارة موجبة،
هجمع عادي، هيبقى هنا 8 من 3 5، بعد كده 6 ح ناقص 3 ناقص 2 يعني 6 ناقص 5 ح، هيبقى 1 ح زائد 8 ح بالموجب هيبقى 9 ح. هجيب الاحتمال الأولاني، هيبقى عبارة عن قسمة الخمسة على التسعة، يبقى بنسبة 5 على 9. هجيب المكمل بتاع الاحتمال يا ولاد، اللي هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن 1 ناقص ح يساوي 4 على 9. معناه ايه؟ معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان انا بقول باحتمال 5 على 9 وبنسبة 5 على 9 ان اللاعب الاول هيستخدم الخطة الاولى، تمام كده، ويكمل بعد كده الخطة التانية باحتمال 4 على 9، باحتمال ح 5 على 9 ويكمل باحتمال 4 على 9، تمام كده. طيب عايزة ده بالنسبة للاعب الأولاني. طب أنا عايزة أحسب حاجة اسمها القيمة المتوقعة للمباراة، فباخد أي طرف من دول وأعوض فيه، فبقول 2 في ح يعني 2 في 5 على 9 زائد 8 في كام؟ في 4 على 9 اللي هي 1 ناقص ح، يبقى 2 في 5 على 9 يعني 10 على 9 زائد 8 في 4 على 9 يعني 32 على 9، هيديني كام؟ هيديني 42 على 9. سواء عوضت في الطرف ده أو الطرف ده لازم يطلعوا كام؟ متساويين برضو. كام؟ 42 على 9. تعال نشوف كده، 6 في ح يعني 6 في 4 على 9 يعني 6 في 24. صح كده، 6 في 4، 6 عفوا عفوا يا ولاد، 6 هنا في ح يعني 6 في 5 على 9 يعني 30 على 9، 30 على 9، 6 في ح حلو أوي، زائد 3 في 1 ناقص ح يعني 3 في 4 على 9 يبقى 12 على 9، يبقى دي 30 على 9 وهنا 12 على 9، هيطلع بكام؟ ب42. 42 على كام؟ على 9. الله، يعني أنا عوضت هنا في البداية طلع 42 على 9، وعوضت هنا 6 في 5 على 9 30 و3 في 4 على 9 12، يبقى 42. يبقى 42 الطرف الأيمن الطرف الأيسر، عشان كده في الأول بقول لك عوض في أي من الطرفين. ده إيه ده؟ اسمه إيه؟ القيمة المتوقعة للمباراة. تعال نشوف الكلام، بالتعويض عن قيمة ح في 1 و1 ناقص ح في أي من الطرفين، خدنا الطرف الأيمن 2 في 5 على 9 يبقى 10 على 9 زائد 8 في 4 على 9 32 على 9، هيطلع 42 على 9. طب بالنسبة للاعب التاني اللي هو لاعب الأعمدة، هنعمل نفس الكلام زي ما قلنا قبل كده وشرحنا، يختار الخطة الأولى باحتمال لام ويختار الخطة التانية باحتمال 1 ناقص لام، حيث أن 2 في لام زائد 6 في 1 ناقص لام هيساوي 8 لام زائد 3 في 1 ناقص لام. 2 لام زائد 6 ناقص 6 لام بيساوي 8 لام زائد 3 ناقص 3 لام، يبقى 6 ناقص 3 جبناها منين؟ ادي 6 نزلت هنا والموجب 3 بقت بالسالب، هيساوي 8 لام. عملنا ايه بعد كده؟ عملنا خدنا 2 لام وسالب 6 لام اللي فيها المعاملات، خدنا 2 لام وديناها الناحية التانية بإشارة مخالفة، هتبقى سالب 2 لام، سالب 6 لام بدل ما هي بالسالب هنوديها الناحية التانية بإشارة موجبة يبقى موجب 6 لام، فأصبح عندي 6 ناقص 3 يديني 3. بعد كده 8 لام نزلت زي ما هي وسالب 3 لام نزلت زي ما هي، وأدي سالب 2 لام و6 لام هيطلع في الآخر 9 لام. هيصبح اللام عبارة عن الطرف الأيمن على الطرف الأيسر ب3 على 9، 1 ناقص لام هو المكمل، يعني 1 ناقص 3 على 9 هو المكمل بتاع الاحتمال بتاع اللام. معناها برضو إن اللاعب الأولاني هيستخدم، اللاعب التاني اللي هو لاعب الأعمدة هيستخدم الخطة الأولى باحتمال 3 على 9 والخطة التانية باحتمال 6 على 9. نفس الشيء يا ولاد، لو عوضت بالاحتمالات دي في أي طرف من المعادلة برضه هيطلع 42 على 9. تعال نجرب كده، 2 في 3 على 9 يبقى كام؟ 6 على 9 زائد 6 في 1 ناقص لام يعني 6 على 9 يعني عبارة عن 36 على 9، يبقى 36 على 9 زائد 6 على 9 ب42 على 9. لينا إن احنا نكتفي بأي طرف من الطرفين، بس أنا عشان أطمنكم نحاول نجرب كمان الناحية التانية، 8 في 3 على 9 ب24 على 9 زائد 18 جت منين؟ 3 في 6 على 9 يبقى 18 على 9،
24 و18 مجموعهم 42 على كام؟ على 9. طلع برضو الطرف الأيمن بيساوي الطرف الأيسر، وهو عبارة عن القيمة المتوقعة للمباراة. أو إحنا بنقول بالتعويض عن قيمة لام 1 ناقص لام في أي من الطرفين. 2 لام زائد 6 في 1 ناقص لام هيساوي 2 في 3 على 9، ب6 على 9 زائد يا ولاد 36 على 9 يبقى 42، أي أن القيمة المتوقعة للمباراة هتساوي 42 على 9، ودي اسمها بتكون قيمة موجبة، وهي بتكون في صالح لاعب الصفوف. أتمنى تكون فكرة التمرين وضحت وتكونوا فهمتوها، وياريت يعني ما نبتدي نحل بقى على الباب. أنا مرضتش ندي تمارين المرة اللي فاتت، فقلنا نجمع التمارين بتاع المحاضرتين مع بعض، وده حضراتكم مطلوب منكم إن شاء الله واجب. تمارين في صفحة 169، تمرين 1، تمرين 2، تمرين 3، تمرين 10 و11. إن شاء الله أشوفكم على خير، وأتمنى لكم التوفيق، وأسيبكم على خير بإذن الله. السلام عليكم.